ورحمة الله وبركاته. اشرح لكم كيف حل المعادلات. بطريقة كتير سهلة، نحط سؤال نشرح حله. مثلا اكس زائد 3 يساوي 7. هذا السؤال أول شغلة تعوله، أول شغلة بنحط x، أول شغلة بنحط x ننزله، ثاني شغلة بنحط يساوي 3 ناقص 7. هلا x يساوي 4، تمام؟ x هي قيمة المجهول، x هي قيمة المجهول، الثلاثة هي رقم والسبعة هي رقم. هلا نحن شو لازم نسوي؟ من أول طريقة هون بننزل x، إذا كان شوف لنا من فوق في x زائد 3 يساوي 7، فشو نسوي؟ من قيمة الزائد نحط بدالها ناقص، فبحيث بتصير لنا ناقص بتصير تصبح زائد، من ناقص زائد تصبح زائد. يعني إذا كان x ناقص 3 يساوي 7، بتصير x يساوي 3 زائد 7 والعكس، تمام؟ هلا حط سؤال تاني. x ناقص 4 يساوي 11. هلا حلو هذا، مثل ما قلنا بنحط x أول السؤال، نحط x بعدين يساوي 4، شوفوا لنا في ناقص بنحط زائد زائد 11. هلا أول زائد 11 تعني يساوي 15، يعني x يساوي 15. هلا في سؤال تاني، هم 2x يساوي 12، يساوي 12. هاي شنو؟ 2x، احنا ما لازم نسوي 2x، احنا لازم طبعا نطلع من x واحد. 2x هذا اذا اجاكم 2x يساوي 12، شو بتحطوا؟ بنقسم 12 على 2، يعني 12 تقسيم 2 يساوي طبعا كنا نعرف 6. هلا سؤال تاني، 3x يساوي ناقص 21. هلا طبعا 3x اجباري لازم نقسمه، اذا اجاك 3x يساوي 21 او 2x يساوي 12
Also, klar, der Ex, ich sage jetzt mein Barsch, طلعت اكسي ساوي 12 هي كلها تقسيم نحن لازم نقول عنا اكس واحد هلا 3 اكسي ساوي ناقص 21 يساوي مثل ما ذكرنا المثال الثالث لازم يكون 3 تقسيم 21 21 تقسيم 3 يساوي 3 تقسيم 21 طبعا يساوي 7 ناقص لأنهم في ناقص بنخليه ناقص هلا مثال ثالث 2 ضرب اكس 2 ضرب اكس زائد 1 زائد 1 يساوي 13 هلا 2 ضرب اكس زائد 1 يساوي 13 سينكم 2 اكس زائد 2 اكس يساوي زائد 1 لا 1 زائد 13 يساوي هلا 2 اكس تنزل تنبهي 2 اكس اثنين اكس واحد زائد 13 قديش 14 هلا شو بنسوي بنقسم 2 تقسيم 14 يساوي 7 فالجواب طلع 7 خلص درسنا اليوم اي اسئله بتحبوا تسالونا عليها اسالوني ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو الى اللقاء نلتقي في الدرس القادم